لا تقربها لا تقربها لا تقربها لا تقربها هي لعبة لا لا تلعبها لا تقربها لا تقربها بل جربها بل جربها إن تمسك يوما سيجارة فستصبح بطلا مخوارا بل تجلب عارا ودمارا فتجنبها فتجنبها لا تقربها لا تقربها لا تقربها لا تقربها هي لعبة لا لا تلعبها لا تقربها لا تقربها سنقاتلكم ونطاردكم من صدر شباب نطردكم سنقاتلكم ونطاردكم من صدر شباب نطردكم لن تجدي النفع مكائدكم لو نكشفها ونحاربها لا تقربها لا تقربها لا تقربها لا تقربها هي لعبة لا لا تلعبها لا تقربها 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 الله أكبر الله أكبر طارق اذهب واشتري لي علبة سجائر اللهم إني أسألك من فضلك هل هذا جاري طارق؟ يبدو أنه مريض لابد أن أسأل عنه وأطمئن عليه شفاك الله يا طارق ماذا بك؟ تبدو مريضا من قال إني مريض؟ أنا بخير وصحة كما تراني ولكنك لم تعد كما كنت لقد أصبح وجهك شاحبا وجسمك نحيلا وما هذا الذي في يدك؟ سجائر؟ هل تدخن يا طارق؟ لا هذه السجائر لأبي هو من يدخن أبوك الذي يدخن؟ هل هذه الأربية؟ طارق طارق هيا أسرع وكفاك حديثا مع أصدقائك حاضر يا أبي ما رأيك أن نلعب في الحديقة سويا كرة القدم بعد أن أعطي أبي سجائره؟ حسنا أنا في انتظارك ما اسمك؟ اسمي طارق هل تدخن يا طارق؟ لا لا أدخن ولكن أباه يدخن أنت تتعرض للدخان فتنال من الضرر مثل المدخن تماما أتعرف لماذا أصبت بالسعال والاختناق أثناء اللعب؟ لا لا أعرف إذن سأترك سواك يشرح لك السبب أهلا وسهلا بكم في هذا العرض السريع لبعض أضرار التدخين عندما يجري الإنسان يحتاج إلى الطاقة وبالتالي يحتاج إلى الأكسجين اللازم لتوليد هذه الطاقة ولكن دخان السجائر يحتوي على أول أكسيد الكربون الذي يعوق دخول الأكسجين إلى الجسم مما يتسبب في الكحة والسعال الشديد وبالتالي يشعر الإنسان بالاختناق كذلك للتدخين أضرار كثيرة
فهو يسبب الضعف العام للجسم ولين العظام ويعوق النمو الطبيعي للإنسان وغيرها من أضرار خطيرة على الأسنان والعينين. وختاما، يجب أن تبتعد عن السجائر والدخان، ففيهما ضياع للصحة والمال، وعليكم بشرب الحليب ففيه الفوائد الكثيرة. وشكرا لمتابعتكم. وما العمل يا دكتور؟ كيف أتعالج وأسترد صحتي؟ عليك أن تبتعد عن الدخان نهائيا، وتأكل الغذاء الصحي والخضروات والفاكهة، وعليك أيضا بشرب الحليب، فهو يحتوي على جميع العناصر الغذائية والبروتينات اللازمة لبناء الجسم وصحته بالشكل السليم. ويجب عليك ممارسة الرياضة باستمرار لتحصل على الحيوية والقوة. وبالنسبة لوالدك، سأقوم أنا بزيارته ليقلع عن التدخين بإذن الله. هاي 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 هاي. أحسنت يا طارق، الحمد لله، لقد أخذت بنصيحتك أنت والطبيب وابتعدت عن جو التدخين نهائيا وأصبحت أداوم على شرب الحليب. هذا واضح، فقد استرد جسمك عافيته وصرت قويا. وأبي أقلع عن التدخين والحمد لله، وأصبح اليوم متطوعا في جمعية نقاء لمكافحة التدخين. الحمد لله الذي نجاك ونجا والدك من هذه الآفة الخطيرة.